Hi, do you want to hear a story about an English book? Thank you. أسرع الكتب الغير روائية بيعاً في بريطانيا الآن هي مذكرات الأمير هاري, not هاري بوتر. فكاهة. المذكرات والرواية سببت جدل كبير. الأمير هاري كتب بعض تفاصيل حياته اللي سببت صدمة غير عادية للعالم. منها أنه ترجى والد الملك تشارلز أنه ما يتزوج من كاميلا بعد وفاة والدته. وكانت الصدمة الغير متوقعة أنه هذا الأمير اللطيف قتل 25 شخص من عناصر طالبان لما كان يخدم الجيش البريطاني في أفغانستان. ومن المواضيع الأساسية اللي تناولها في الكتاب هي عدم تمكنه من تجاوز وفاة أمه الأميرة ديانا, وقال أنه أصيب باضطراب ما بعد الصدمة. كذلك الأمير هاري علم بوفاة الملكة إليزابيث من قناة إعلامية وليس من عائلته. الغريب في هذا الموضوع أنه لم يصدر أي رد حتى الآن من القصر بيكنغهام أو من كنسنتون. الناس مشغولة, وصراحة حتى أنا مشغول, لازم أروح عندي صراحة ما عندي شيء. سلام عليكم.